معانا الساحره، والساحره دي لفظ انا اطلقته على دكتوره دعاء سهيل، لان هي الحقيقه انا وجهه نظري انها بتعمل سحر. يعني الانسان بيدخل لها بصيغه وبيطلع من عندها بصيغه ثانيه خالص، واحد ثاني حد ما تعرفوش. دكتور انا متشرفه جدا بيكي. يا حبيبتي انا بتشرف بلقائك والله. اسمحي لي اقول التايتل بتاع حضرتك ده حقك، يعني حق مذاكرتك وتعبك وتعب اهلك. معانا الدكتوره دعاء سهيل، صاحبه مبادره مش هنسلم للسمنه، واول مؤسس لفكره التخسيس اونلاين في مصر، ومؤلفه كتاب التغذيه واثر الوعي والممارسات الغذائيه على النمو الجسدي. اولا ببارك لك. الله يبارك فيك. ببارك لك بقى للمره الكام، ما شاء الله الله اكبر. سنة 2020 انت كوشتي على كل الجوائز وكل الاستفتاءات وكل التكريمات الحمد لله الخاصة بمجالك. اللهم لك ألف الحمد لله. وده الحقيقة ما كانش هيحصل إلا لو جمهور كبير جدا جدا من الناس اللي تعالجوا على، يعني أنا بسميها علاج، على إيد حضرتك. لا ولا علاج ولا حاجة، احنا بنساعدهم في إفقاد الوزن. لا ما هو ده علاج كبير، لأن مشكلة مرعبة فكرة السمنة دي، مش يعني هي كل الأمراض جاية من السمنة. ربنا يخليك يا رب. اشرحي لي كده إحساسك وأنت في نهاية السنة بتختتميها بجائزة دير جيست، دي الختام بتاع السنة دي، ويا رب يعني أول جائزة عالمية. كلميني عن إحساسك، وكلميني كمان إن دي جاية نتيجة تعب ونتيجة مجهود ونتيجة ظهرك. انت لسه بتقولي لي على حبيبتي ظهرك، اسم الله عليكي. معانا الصور كمان هيوروها لنا دلوقتي. الله القمر ده ما شاء الله، فستانك تحفة كمان. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبتي، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك. احكي لي طيب إحساسك وأنت بتنجحي. الجايزة مش مجرد جايزة أنت بتستنيها، الجائزة دي بتقول لك انت اللي فكرتي فيه واللي اشتغلتي عليه واللي تعبتي فيه نتيجته اهي. الحمد لله والله. قولي لي احساسك اولا يعني من بدايه، من وهم بيكلموكي وكنتي قبلها انت لسه واخده شويه تكريمات وشويه جوائز، فلقيت الموضوع يعني مسمي اسم الله. فقلت لهم يعني عن ايه؟ قالوا لي اكثر المبادرات اللي بتحارب السمنه في مصر، والحمد لله مبادره مش هنسلم للسمنه، يعني العديد من اللقاءات التلفزيونيه اللي الحمد لله يا رب قدرت اظهر بحالات كتير فاقده للوزن. احنا شفنا معانا الحمد لله وعلى مختلف كمان المراحل السنيه، ودي الغريبه، يعني انك تخسسي شاب او شابه في سن صغير ممكن، لكن في ناس في سني وفي ناس اكبر. لا سن حضرتك ايه ده، في عندنا 70 وعندنا 60 وعندنا كتير الحمد لله. حضرتك شابه صغيره ربنا يخليك. وانت